تعلم اللغات هي مهارة مكتسبة بيقدر الفرد هو يشتغل عليها ويبحث عنها. بتختلف من قدرة لقدرة، من شخص لشخص، قديش هو قدران يعمل بحث، قديش هو قدران يكتسب، قديش هو قدران يشتغل على حاله لحتى يكتسب أكبر عدد من المهارات. الطفل ابن بيئته، ومن بداية تعلمه للغة فهو عم ياخد المفردات والكلمات من أهله. بالسنة الأولى ببلش يقدر يفهم الكلمة اللي عم يلفظها، بمراحل متقدمة ببلش يقدر يركب جمل تعبر عن الشيء اللي هو بده إياه. بالخمس سنين الأولى من عمره قدران يحكي لغة كاملة، مفردات كاملة، جمل كاملة. بالخمس سنين الأولى اللي أحيانا بدخل فيها هي بمرحلة رياض الأطفال، بنبلش عم نعطيه لغة جديدة اللي هي اللغة الإنجليزية اللي أكثر شيوعا عنا. قديش قدران هذا الطفل يكتسب هاي المهارات، قديش قدرانين كأهل نحن نساعده وندعم المدرسة. بمرحلة رياض الأطفال عم بتكون هي لعبة، عن طريق الألعاب عم يكتسب مجموعة من المعلومات، لكن للأسف لما عم ينتقل للمدرسة عم يتعلم بطريقة تقليدية. هذا الشيء عم يقتل عنده الإبداع، عم يقتل عنده الرغبة بالابتكار. يعني ببلش هو بس بده يحصل علامات. هو واقع مدارسنا انه انا عم بدرس لحتى اخذ علامه عاليه، انا اذا ما اخذت علامه عاليه ماما رح تبهدلني، الاستاذ رح كمان انه ينقص لي علامات. وحتى بمراحل متقدمه من العمر، وكثير في عنا ظاهره بنلاحظها انه الطفل لما عم يطلع من الامتحان عم يشق الكتاب ويكبه، معناته قديش في ضعف بهاي العلاقة بين المعلومة وبين الطفل. هو اللغة هي واحدة من المواد اللي عم يتعلمها بالمدرسة. كتير منلاقي ضعف للأسف على باللغة الإنجليزية، وهي علماً أنه عم تدخل من الصف الأول مع الأطفال، لكن ما عم بتكون بطريقة تفاعلية، ما عم بيكون في رغبة عند الطفل أنه يتعلمها، هي ما عم بتكون حاجة قد ما هي مادة بده يمتحن فيها ويتركه خلص. الفروق العقلية هي بيولوجية بالأساس، لكن هاي الفروقات بتكون كتير بسيطة نتغاضى عنها. العلماء والباحثين بيقولوا إنه دماغ الذكر هو أكبر من دماغ الأنثى، لكن دماغ الأنثى هو في سرعة بالنمو أكثر. هاي الفروقات كلها ممكن تتغير باكتساب الخبرة، لأنه طريقة التعلم، المهارات، الحياة هي قادرة أنه تغير تشكيلة الدماغ، طريقة تعامل الدماغ. علماء الأعصاب بسموها عملية التشكيل، اللي هي بتتغير بغض النظر هو ذكر أو أنثى من خلال حياته، من خلال طريقة تعلمه، من خلال المهارات اللي عم يكتسبها بمرحلة الطفولة. الشباب بصراحة حظهم كتير حلو، نحن بزمن إنه ما عدنا اعتمدنا على الأستاذ، نحن ما عاد اعتمدنا على جهة واحدة، على مصدر واحد. اللغات صارت متاحة، مواقع التواصل الاجتماعي عم تكون قوية بهذا الموضوع. في كتير عنا من الوسائل اللي هي قدران يتعلم، هي ممكن تكون تسليته الصباحية، هي تكون جزء من حياته اليومية، لأنه كتير مهم أن تدخل بحياتنا اليومية حتى نقدر نتعلمها صح. كتير سهلة، صارت بمتناول أيدينا، يعني هي ما أنا محصورة بكتاب ولا بنوتة ولا بشي، هي صارت بجيبتنا بموبايلنا. كتير مهم أنه نكسر حاجز الخجل، لأنه أحياناً أنه ضعف باللغة بيسبب خجل انه انا ماني قدران احكي، ماني قدران اعبر. اذا بدنا نحكي على لغه ثانيه غير اللغه الام، اذا انا ما بعرف احكي انجليزي او فرنسي او اي لغه ثانيه بخجل بين مجتمعي، بخجل بين رفقاتي. كثير مهم اني اكسر هذا حاجز الخجل بالسعي اني اتعلم، بالسعي اني اتطور. التكرار مهم لانه بيثبت المعلومه اكثر، بيخليها على طول دائما بالمتناول. اللغه هي شيء دائم مستمر، ما فينا نوقف عند حد، ما فينا نقول انا تعلمت وخلص بكفي، هي بدها تكون بحياتي اليوميه.